اليوم المواصلات تسهل نتيجة إيجابية، ندخل على المواصلات تدخل خير في الاستثمارات في المشاكل مع الحكومات. وأنا سي جودي تعطينا واحد جوست بتيت بريزونتاسيون تقريبا ليك كشخص اللي ما تعرفش أي جودي. سلام، تحية خالصة سيدي الكل، سيرتو لي سبورتور دو ماس. عزيزنا جودي مواليد 67، لعبت في شركة قبائل تكون أصلا، لعبت ثاني في بن عكنون في الهجرة فرق قسم ثاني. بداية يعني الحياة التدريبية هي دخولي إلى الجامعة وين تكونت في الاستياس الفرنسية الانستيتيو سوبيريور دي سيونس تكنولوجي دو سبور، يعني المعهد العالي للتكنولوجيا الرياضة اختصاص كرة القدم في العاصمة خمس سنوات. هذا خلانا نكونوا انفسنا نكونونا اساتذتنا في التدريب في علوم التدريب، زيد على ذلك في كثير من يعني ستاج دو سيكلاج قدمناهم في الخارج سواء في فرنسا او في ايطاليا، وخاصة كثير منهم في هولندا. هذه يعني نبدا يعني على المراحل التكوينيه تاعي، ولكن كمدرب بديت صغير يعني كثير، لان الحاله الاجتماعيه تاعي وفاة الأب الله يرحمه سكونة صغيرة، يعني خلاني نكون أكثر عائلة، في وليد أكثر أربع عائلة ولا صغير، فهذا خلاني أني نخلي كرة القدم كرياضي صغير في 25 26 سنة، نعم، واعتزلت وديت مرحلة جديدة في حياتي بفرق صغيرة وبفرق شبانية. من شبان شريف القبائل فريقي الاصلي، وليت مدرب الشبان، ومن ثم بدات الرحله طويله. نعم يعني الحمد لله، يعني اظن انا دائما نقولها ان تربيتنا في شريف القبائل كلاعبين صغار خلتنا ان يعني ناخذوا كثير من البطولات، والكل يعرف شريف القبائل ثلاث بطولات. ف يعني بعد حصادي لعدة ألقاب في الشبان وفي فرقة جهوية ثم قسم ثاني، وبدأت مرحلة الفرق الكبيرة، اتحاد عنابة، اتحاد حراج، اتحاد العاصمة اللي كان عندي لقبين بطولة وكأس في 2003، نصف كأس عربي، نصف نهائي كأس عربي، زيد شريف قبائل 2002 2003، اتحاد العاصمة 2003 2004، ضيعت مع شريف قبائل أن أوتر دوبلي يعني ثنائية أخرى، خذيت البطولة وضيعت نهائي لمباراة الدرجة. في فرق من شباب الوداد، شريف الجايرة، وفاق الصيف، وفاق الصيف اللي خديت معاها بطولة وضيعنا يعني نصف نهائي كأس العالم مرة أخرى مع الترجي التونسي ضد الترجي التونسي. عموما يعني إذا كانت في المعاناتي، أما حتى يعني نقدر نزيد نكمل الفرق التونسية صفاقس جرجيس، زيد ولينا شريف القبائل، الفريق الوطني، الفريق الوطني دربت فريق الشباب، فريق كنت مساعد مدرب الاكابر في مرحلتين مع المدربين اللي نحييهم، و في الفريق الوطني الف كنت مساعد، فريق الف كنت لزوبا وكرمال اليوم كثير، لانهم قدموا لي
فرصة عندي نعمل في فرق وطني وشجعوني كثير. زيد على ذلك الفريق الأولمبي اللي الحمد لله درنا مشوار طيب ومشوار محترم. فزنا بكأس شمال افريقيا وضيعنا يعني الى مرحله متقدمه من نهائيات التأهل الى اولمبياد لندن. هذا ككل يعني نبذه يعني او نبذه تاريخيه على المدرب العظيم. بالنسبه للمغرب كانت عندك تجربه؟ وي انا خديت التجربه في المغرب باش نسخها مع التجربه الجديده مع المغرب الفاسدية. كانت لي تجربه جيده وفيها يعني كثير من الحوايج في المغرب خاصه في وجده وحسن التكاتير. واليوم راني في المغرب أظن حياة جديدة وتجربة جديدة. تجربة جديدة إن شاء الله وتكون ناجحة إن شاء الله بحكم التجارب القديمة الإنسان يتعلم ويزيد يعني يغوص في الكتاب. قلنا السيد شنو من بعد الأهداف من بعد المميزات اللي خلافت قبل العرض تاع المغرب الفاسي؟ والله يعني المغرب الفاسي أصبحت قصة يعني مع فريق المغرب الفاسي. شفنا في 2009 كنت يعني على درب الدخول الى الفريق ومن بعد في 2012 جوان ماي 2012 كان عندي اتصال وجيت في المغرب تكلمت مع السيد الرئيس السيد الامني وبعض المسؤولين ولم نتوصل الى اتفاق نهائي ولكن اتفقنا مبدئيا وقاد علاقه يعني حتى يعني في اواخر شهر اكتوبر نادى عليا الرئيس وكلمني ولو يعني ما زدناش بما ان كنت في فريق اللي احترمه كثير وهو ابن تمشيداي الجزائري الحمد لله يعني بعد 8 مقابلات في البطوله خليته في بدايه المرة الأولى. أنا شرفني ونشكر المسيرين اللي كانوا مهمين متفاهمين إلى قبول عرض المغرب الفاسي. أنا اليوم السعيد جدا مع المغرب الفاسي. ممكن تقول شنو الأهداف اللي استقرتوك شحال المدة العقد اللي كان مع الفريق؟ المدة العقد هو موسمين موسم قابل للتجديد إن شاء الله. أما الأهداف أظن أن اليوم فريق المغرب الفاسي وصل إلى مرحلة الطموحات الكبرى. شفنا أن في موسمين خضع بلد كؤوس وفي الموسم ما قبل هذا كان في المرحلة الأولى. فأظن أن في الديناميكية الجديدة للفريق فمن أهداف من حق المسيرين والجمهور حتى انا يعني اذا كان يعني لولا عرض من نلعبوا على المرات الاولى لا رفضت العرض لاني صراحه انا ماذا بي يعني اتشرط لنكسب وراءه شيء يعني مرتبة أولى مرتبة ثانية مرتبة ثالثة اللي تخلينا يعني نتفائلوا خير بهذا الفريق. فأظن ولكن يبقى طموح كبير في الفريق المغربي. أنا بالنسبة لي الشخصية المدربية تسمى في الملعب وتنظم هذه الجوج مقابلات تاع كوتيكا ظل الشخصية يعني دونك يعني كونديور تيبغي يمشي ما يرجعش الدور كاين دي شونجمون ريسك دونك إن شاء الله دونك بالنسبة لك واش خاص تمشي في هذا المنوال بالنسبة للبطولة الحمد لله واش عندك ترسانة بشرية للشارع ولا خصك تفكر بأن تشوف بأنك كيف تعزيزات للشارع الشارع. شوف أنا نسير مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى هذه قلت لك أحكي خلينا الفريق في فترة خاصة جدا يعني ظروف خاصة جدا
وين اللاعبين اللي كانوا في الغراب كانوا في نقص الليل. فهذا العمل هذا خلاني مركز عملي نفسي وبدني. زدت العمل التكتيكي اللي نحاول كيفاه يعني نصحح امورنا بمقابله الى اخرى. يعني اما تكلمت على شخصيه المدرب فاظن ان كل مدرب يعني يحاول. انا في نفسي اظن ان اذا كان اليوم راني في فريق معروف ففي هدف يعني الإضافة التي فيه هدف في المدرب الذي يعرف الكرة المغربية حاول كيف يعني نجي لمسة تاعي مع الفريق. فأظن بحكم كانت هناك يعني إن كومبليسيتي يعني بيني وبين اللاعبين في الجولة الأولى يعني الميساج الرسالة فاتت وصلت بيني وبين اللاعبين في الأسبوع الأول. فأظن أني ربحنا وقت كبير خاصة اللي يتكلم عنهم كثير وهم المساعدين سواء الأشعبي أو الكتابي أو حتى المحضر البدني سي حسن. فأظن هادو يعني قدموا الإعادة ووقفوا معايا وخاصة الأشعبي اللي وقف في كل صغيرة وكبيرة معايا. فأظن هادو العوامل كامل خلونا نلقوا وقت كبير. وسألتني على الانتدابات او الاخر فاظن كما قلت باش نقول نعاود نقول ان حنا نسير مرحله بمرحله. المرحله هذه رانا في الجوله السابعه في 8 مقابلات حسابيا يعني المرحله الاولى مازال ما كملت. فاظن ان حنا مش مخلقوش ديجا يعني قلت في 15 يوم الجوله الحمد لله. فهذا العمل هذا كما قلت انا للمسيرين حنا نبحثوا على السيرينيتي يعني الحال على راحه البال للفريق ما نبحثوش على مشاكل. فاظن انا ما نتسلحش في احكامي نخلي يعني الظروف المستقبليه هي اللي تعطينا الفكره النهائيه على اللاعبين اللي نقدروا نسرحوهم ولا اللاعبين اللي نقدروا جيد. حتى يعني تكون لي فكرة جيدة واللي يحب يبني يبني يعني بالكامل يبنيش بالمشاكل. فماشي بحقي أنا اليوم مفكر اللاعبين اللي نقدر نجيبهم ولا نقدر نسرحهم ولكن ما تسلعش. بالنسبة لنقش على راك جبتي شي في الحوار على البلون فيزيك نتاعك واش هاد الاضرابات المشاكل واش تراسو يعني فيزيك حيت كنا في لي ماتش لي سانت ماتش اللي كانوا يدوزو مع السي المصري كنا تنحسوهم ديما في التالي عندهم مون فيزيك دونك تقريبا لي على دو ماتش مع فريق كارلو دو مون فيزيك مع حتى في التالي عندهم مسيرة تعادل واش خصو مزيان صافي البلون ولا لا؟ انا ديجا سويت هذا البوان او النقطة هذه كانت محل اهتمامي وخوفا من ذلك يعني خاصة في جديدة عشت اللاعبين الصوت الأول كأننا لعبنا يعني وركبنا إلى الوراء فهمت. فهذا عمل نفسي وبدني إن شاء الله تصحح الأمور في كل أسبوع. دابا كاين حيت قبل تنصدر اي ضيف تنطلقوا تناقضوا بعض الاسئله تاع الجمهور تاع مصر اونلاين دونك الاسئله اللي انا معك دابا شويه تاع الجمهور الجمهور الضجيج
jeszcze bardziej odmowa, jak i Bóg. Właśnie czuł bym na mocno do tego biocyklu, tak jak było. Kolu séjour. Séjour, séjour. Bym zwele... Da, nie da mnie sprawę, da... Na kiej gaśnicy? Da kulta tym tablu. Na podo sen. A nie na podo sen. Na podo dien. Też mi to podo dużo. I kule da, kiemo ale myślimy, też podo. الفرق الفرق المنتخب الفرق المنتخب ديالنا فرق مقدمة كانوا ماشي قدوة ولكن لابد من إيمان راسخ وذهنية احترافية لتآمن بهذا الهدف كي جاك الجمهور الكبير مصاري نحن نعرف زيد الفرحة إن شاء الله وزيد يجيب كثرة شجاعة شكرا لك.